هذا وتشهد محافظة المنيا العديد من المشروعات التنموية والقومية لا في مجال التعليم. على هذا الصعيد تم إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لتضع بصمة تعليمية مميزة تليق بأبناء المنيا في من المتفوقين والنابغين. من أجل حياة أفضل بجودة تليق بمواطنيها. تشهد محافظة المنيا العديد من المشروعات التنموية والقومية لا سيما في مجال التعليم وبناء الإنسان، وفي هذا الإطار جاءت مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والتي تنتشر في شتى محافظات الجمهورية، لتضع بصمة تعليمية مميزة تليق بأبناء المنيا من المتفوقين والنابغين، فهي مدرسة ثانوي حكومية تم تأسيسها بأحدث الأجهزة العملية، وتعتمد الدراسة فيها على الفهم والاستنباط والبحث العلمي، حيث تقبل الطلاب حاصلين على الشهاده الاعداديه بنسبه لا تقل عن 98% هنا المدرسه تعلمنا فيها حاجات كثيره قوي فادتنا في حياتنا في اصلا احنا احنا بنشتغل كل ترم على مشروع كابستون الكابستون ده بنشتغل فيه في حاجه اسمها الاي دي بي بروسيس او يعني نظام التصميم الهندسي ده اللي احنا بنشتغل بيه في كل عشان نحل اي مشكله بتواجهنا المدرسه يعني فيها حاجات كبيره جدا الناس مش متخيلها مثلا زي اللي هو ان احنا كل حاجه احنا اللي بنعملها بنفسنا يعني هو المدرس مش بيعمل اي حاجه غير ان هو مثلا بيشدنا ازاي هنوصل للحاجه دي في مدارس المتفوقين يقوم المعلم بدور المرشد للطلاب مع تكليف كل طالب بعمل مشروع في كل فصل دراسي من خلال مجموعات عمل مما ينمي الجانب العملي والابتكاري في دراستهم المدرسه بتشمل تطوير عالي جدا لانها تضم طلبه من جميع انحاء الجمهوريه سواء من كل بقعه في الجمهوريه على حسب الدرجه بتاعته وعلى حسب التقييم فبتجمع كل الطلبه والهدف بتاع المدرسه هو احياء المشاريع والتحديات اللي بتواجه جمهورية مصر العربيه حلها من خلاله إيه؟ من خلال التطبيق العملي والمشروعات اللي بتنفذ داخل المدرسه اذا هي خطوه تاتي لتكلل اهتمام الدوله وجهودها الحثيثه لتطوير التعليم وتحسين جودته لتنشئه اجيال من الطلاب المبتكرين في مختلف مجالات البحث العلمي احمد الحسيني التلفزيون المصري